كبيره اللي غيقول بزاف ترفحات وشرات صبوره كبيره نقول لكم لا بقى ما ترفحتش. كنصور في القسم ديالي اللي كنعمل فيه دروس الدعم التقوية، اللي بغيتو نعمل لكم واحد التور قولوها لي، نخلي لكم شي فيديو هكا تعرفوا على البلاصه فين كندوز فيها وقيتي ديال الخدمه. دونك يلا نبداو على بركه الله. اول كور في الفرونسي نيفو بروميير اني كوليجيان داكور، دونك اللي هو لو فيرب. غادي نتعرفوا على لو فيرب، كاين بزاف د الحاجات خاصكم تعرفوا على لو فيرب داكور. نوجدوا هكا الكور قبل وعافاك فونوتي بحال اللي كنوصيكم دائما، كتبوا القواعد هادو بالشروحات ديالهم الفوق باش تبقاو عاقلين عليهم. واحد المعلومه كنت نسيت ما قلتها لكمش، بغيت نقولها لكم، ان البروف ديال القسم يعني الاستاذ ديال القسم قبل ما يبدا لكم الكور ضروري كيعطيكم دي كيسيون، كيطرح عليكم دي كيسيون. يعني مثلا الكور ديال لو فيرب كيبدا بتساؤلات، مثلا شنو هو لو فيرب، شنو كتعرفوا على لو فيرب داكور. دونك ملي كتكونوا نتوما ديجا مراجعين الدرس يمكن لكم تشاركوا، والا شاركتوا شنو كيعني ان كتضمنوا النقطه ديالكم ديال المشاركه، حيت كيف ما سبق لي وشرحت لكم ان المشاركه عندها نقطه مهمه كيركز عليها الاستاذ كيدخلها مع النقط ديال الامتحانات داكور. دونك داكشي علاش عافاكم في كل درس ضروري تراجعوا ديروا اون بوتيت ريفيزيون عاد تمشيو للقسم. يلا نبداو على بركه الله. لو فيرب شنو هو لو فيرب؟ جو بونس ما كيبانش، المهم انا كاتبه هنا لو فيرب اللي هو الفعل داكور. نعطيك اون بوتيت ديفينيسيون ديال لو فيرب، شنو كيعني لو فيرب؟ دونك لو فيرب اي ان مو، هذا هو مو اللي هو يعني اسم، اولا عفوا كلمه داكور. مو هي كلمه طبعا، هذا المو هذا كيف عامل؟ ان مو كي فاريابل. اش كتعني فاريابل؟ عندي فاريابل وعندي ان فاريابل. دونك فاريابل هو اللي كيتبدل كيتحرك او لا كيتغير، متغير. وكنقولوا مو ان فاريابل يعني هي واحد الكلمه اللي ما كتبدلش ما كتغيرش داكور. دونك لو فيرب اي ان مو فاريابل. علاش قلنا مو فاريابل؟ علاش قلنا انه كلمه كتغير؟ حيت مثلا عندي لو فيرب مونجي ما كيبقاش دائما مونجي، دائما كنشوفو مونجي بو ار نو، كيمكننا نشوفو مونجون، كيمكننا نشوفو مونجي، يعني كيتغير ليه الحروف ديالو، داكشي اش كيتسمى مو فاريابل. داك إلي دونك إل، هاد إل هي هو، إل شكون هو؟ يعود على لو فيرب. دونك لو فيرب إي لو مو سونترال دون فراز فيربال، يعني الفعل هو كلمة سونترال. شو هو لو سونتر؟ لو سونتر هو المركز، سونترال مركزي داكور، وكلمة مركزية يعني إلا بغينا نقولو كلمة مركزية. الكلمة المركزية ديالاش دون فراز فيربال. اش كتعني فراز فيربال؟ حنا كنعرفو أن عندنا دو نومبغ أولا دو جونغ دو فراز، عندي لا فراز فيربال إي لا فراز نومينال. دونك لا فراز فيربال هي الجملة فيربال جاية من لو فيرب، دونك جملة فعلية. لا فراز نومينال جاية من لو نوم اسم، إذا جملة اسمية. Donc, le verbe est un mot central d'une phrase verbale. Jumla fi'liya. D'accord? Donc, هذه une petite définition. حفظوها باش هكا المستثمرين يسولكم مثلا يقول لكم شنو كتعرفوا على لو فيرب تلقاو الاجابه. يلا ندوزو الدوزيام، الثاني حاجه اللي خاصكم تعرفوا على لو فيرب. دونك لو فيرب اي كومبوزي، شكيعني كومبوزي؟ هو ينقسم داكوغ، ينقسم كومبوزي اولا يتكون، فوالا دونك يتكون الفعل يتكون. دان راديكال، راديكال كنقولو له بالعربية يا ربي لو راديكال هو الاصل،
الاصل او الجذر، يعني شي حاجه ما كتبدلش. داكوغ دونك لو راديكال هو الجذر، الجذر او لا شخصكم الاصل. داكوغ انا نقول لكم باختصار شكون هو لو راديكال. مثلا عندي لو فيرب دورمير، دونك لاحظوا معايا كتبان هنا مزيان. دونك عندي لو فيرب دورمير، دونك دورمير الى بغيت نشوف فين هو لو راديكال ديال لو فيرب دورمير. قلنا لو فيرب خاصني نكملو كنضون ديفينيسيون. دونك نعطيكم باختصار لو فيرب كيتكون من لو راديكال اي لا تيرمينال، هما او ار اي ار او اي ار ار او. داكوغ دونك مثلا عندي لو فيرب دورمير، دونك هادي كتسمى تيرمينيزون. دونك هذا هو لو راديكال كي نو شونج بلو، متعمرو ما تيتبدل، ما تيمكنش نلقى دارهم او لا دير، لا دائما دورهم. الشيء اللي كيتبدل هو باردون لو لا تيرمينيزون. داكوغ دونك يلا نكملو راديكال مي كيكونو، نعطيكم واحد المعلومه، مي تيكونو لي بارونتيز. دونك الجمله اللي كتكون وسط البارونتيز كتكون كتشرح كتفسر اولا كتعطيني واحد الديفينيسيون. داكوغ دونك دائما نردو ونركزو على لا فراز اللي كتكون عندنا اونتر بارونتيز. دونك هنايا لا فراز اللي عندي اونتر بارونتيز كتكون هنا. دونك شنو كتشرح لنا؟ كتشرح لنا شنو كيعني هاد لو راديكال. كو لون ديتيرمين لو راديكال الذي نحدده، ديتيرمين نحدده ابارتير انطلاقا كيفاش كنحددوه؟ دو لانفينيتيف، اللي كنحددوه انطلاقا من لانفينيتيف. شنو هو لانفينيتيف؟ ملي كنقول فيرب الانفينيتيف يعني فيرب اللي ما مصرفش، بحال دورمير، بحال مثلا مونجي، بحال مثلا الي، بحال مثلا شونتي. دونك هادو سو سون دي فيرب كي سون الانفينيتيف. الانفينيتيف هو الفعل اللي ما مصرفش، عطاكم عقلو اي فونوتي. يلا نكملو ان انلوفون، ملي كنحيدو ان انلوفون لا تيرمينيزون، يعني لا تيرمينيزون اللي هما او ار اي ار او اي ار ار او. لاحظوا معايا هاد لا تيرمينيزون ديال لي فيرب اللي كيكونوا الانفينيتيف، اللي كيكون الفيرب ما مصرفش كنلقاو يا ار او يا او ار يا اي ار يا او اي ار، كاين بزاف ديال لي تيرمينيزون. داكوغ دونك انا شنو قلنا؟ فوالا دونك لو فيرب اي كومبوزي ديال لو راديكال، عرفنا شنو هو. وثاني حاجه دونك لو فيرب اي كومبوزي دو تيرمينيزون اللي هما النهايات. تيرميني هي انتهى، دونك تيرمينيزون هما دوك النهايات اللي كيكونوا لاصقين في لو راديكال. دونك ها تيرمينيزون لاحظوا معايا اون بارونتيز. دونك هنا غنشرح شنو كتعني تيرمينيزون، كي انديك لو مود لو طون لا بيرسون. دونك هنا قال لك ان انطلاقا من لا تيرمينيزون اللي كيكون فيها الفعل كيمكننا اننا نحددو لو مود اللي تصرف فيه لو فيرب. شنو هو لو مود؟ باقي ان شاء الله نعمل لكم فيديو على لي مود، لي مود دو لانديكاتيف دو لامبيراتيف. داكوغ ثاني حاجه لو طون من لا تيرمينيزون كيمكن لي نعرف هاد لو فيرب واش مصرف في البريزون، واش مصرف في الباسي، واش مصرف في لامبارفي، واش مصرف في الباسي كومبوزي. داكوغ اي لا بيرسون كيمكن لي كذلك نحدد واش لو فيرب مصرف مع ايل او لا مع ثوازيام بيرسون دو بلوريال او لا دو بروميير بيرسون دو سينغولي، واش مع جو، واش مع تو، واش مع ايل. داكوغ مثلا غادي نجي ونكتب لك شونتي بحال هكا. دونك انطلاقا من لا تيرمينيزون، انطلاقا من النهايه ديال الفعل، هذا سي ان فيرب كي اي كونجوغي، مصرف ماشي ان انفينيتيف. داكو دونك انطلاقا من لا تيرمينيزون كيمكن لي نعرف ان لو مود، كيمكن لي نحدد لو مود، كما كيمكن لي نحدد لو طون. دونك شمن طون هذا؟ لامبارفي. داكوغ داكشي علاش كنأكد على لا كونجيكازون تكونوا عارفين جميع لي طون، تكونوا حافظين لي تيرمينيزون ديالهم. اي لا بيرسون، دونك شنو لا بيرسون اللي عندها اي تي؟ ايل ثوازيام او لا ال ثوازيام بيرسون دو سانغولي. داكوغ فاهمين؟ نتمنى يكون كلشي مزيان. نكملوا الكور. دونك حاجه اخرى خاصكم تعرفوا على لو فيرب سي كو لو فيرب اكسبريم، يعني يعبر
تعبر اكسبريم ان ايتا او اون اكسيون. يعني الفعل كيعبر لينا على يا اما حالة شي واحد ديال شي حاجة، شجرة طويلة قصيرة مايلة، انسان ضاحك حزين داكوغ، الحالة طقس كيف عامل دونك الحالة ايتا، او لا اكسيون دونك الاكسيون. شنو اكسيون؟ هو حركة، مشات جات كلات نعسات شطحات غنات داكوغ بكات داكوغ. دونك الفعل كيعبر لينا يا اما على الحاله ديال شي حاجه او لا ديال شي واحد، او لا الحركه ديال شي حاجه او لا ديال شي واحد داكوغ. يعني السؤال كيبقى هو كيفاش يمكننا نعرفوا واش هذاك لو فيرب، واش هو فيرب ديتا او لا فيرب داكسيون. دونك ها هو الجواب. لا فيرب داكسيون، ان فيرب داكسيون اكسبريم كيعبر لينا الفعل ديال الحركه، كيعبر لينا على واحد الحركه فات دارت او لا عاد غادي دار بار لو سوجي. شكون اللي كنكون كيديرها؟ هو الفاعل، الحركه ديال شي واحد. داك مثلا ناخذ دي زيكزامبل، il court vite كيجري بزربه، دونك عطيتك انا هنايا حركه اكسيون. داك il lance une pierre يعني تيشير بحجرة. لو فيرب لونسي سي ان فيرب داكسيون. داكوغ. ندوز دابا لو فيرب ديتا. دونك لو فيرب ديتا لي برانسيبو يعني الافعال ديال الحالة الاساسيين، يعني كاينين غير واحد السبعة كنظن اللي هما كيتعاودو بزاف واللي خاصكم تكونوا كتحافظينهم. غنقولكم علاش من بعد. دونك لي برانسيبو فيرب ديتا سون être, devenir, sembler, paraître, demeurer, rester, avoir l'air, etc. نحن des exemples مثلا il semble triste يظهر عليه انه حزين. دونك شنو واش هادي حركه او حاله؟ حاله ايتا. يعني le verbe c'est le verbe sembler est un verbe d'état. نمشيو il paraît heureux يظهر عليه انه سعيد. c'est le verbe paraître et le verbe paraître est un verbe d'action à la d'état d'état. d'accord. واه السؤال مهم دائما تيتحطوا في التمارين. كيعطيك جمل كيقول لك استخرج لي لو فيرب وقول لي هذاك لو فيرب واش هو ان فيرب d'état او لا ان فيرب d'action. كيف غتبقى تعمل؟ غتمشي نيشان اولا بعدا خصك تكون عارف لي فيرب ديتا، ماشي عارفهم، حافظهم هاد السبعه هادو حافظهم وكتبقى تشوف. طبعا عاوتاني حاجه ثانيه اللي خصك تكون عارفها بالتاكيد لا كونجيغاسيون. مثلا لو فيرب اتر مثلا غادي تلقى جو سوي اورو وهذا تبقى تقول سوي. سوي هو ماشي فيرب ديتا. علاش؟ راه سوي راه هو هو لو فيرب اتر او بريزون. داكوغ. دونك خصك تكون عارف لا كونجيغاسيون ديال البريزون، لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لو فوتور، لو بلوس كومبارفي، لو كونديسيونيل بريزون. هادو كاملين قريتوهم في الاعوام السابقه دونك خصكم تكونوا حافظينهم. غادي نمشيو نقلب انا واش عندي هاد لا فيرب. الا كانوا عندي هاد لا فيرب فهو فيرب ديتا، واللي بقى كامل سي ان فيرب تاكسي. داكوغ. بهذا كنكونوا سالينا الكور ديال الكور الاولاني ديال الفرونسي. خليو ليا بالتعاليق واش فهمتوا، خديتو معلومات جدادين. داكوغ. نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. ما تنساونيش بلي لايك وهبطوا التعاليق، تقولي اي حاجه بغيتوها. دمتم في رعايه الله.